بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامجه للمدينة. يوم جديد، مشوار جديد، وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها الأزمة الكورونية والاقتصادية وكل الأزمات الأخرى. اليوم عندنا مجموعة من المواضيع والمناشدات اللي وصلت لنا عن طريق التليجرام، واكيد انا ورأفت ان شاء الله نحاول نوصل للجهات المختصه، وبالتالي يتم حل ولو جزء بسيط منها. مرحبا رأفت. مرحبا ازل، تحيه طيبه لكل متابعي قناه الشرقيه وحلقه جديده من برنامج اهل المدينه. اكيد راح نتابع بها مواضيع تخص المدينه واهل المدينه، لكن قبل لا نبدا بمواضيع حلقتنا لهذا اليوم خلونا نوحد الدعاء من اجل المرضى الراقدين داخل المستشفيات العراقيه، وايضا جرحى ثورة تشرين العظيمة اللي ما زالوا لحد هذه اللحظة أغلبهم في المستشفيات العراقية، وأيضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهدائنا العراقيين الأبرار، وما ننسى الكوادر الطبية الباسلة وأبناء الجيش الأبيض الباسل اللي أيضا بعدهم لحد هذه اللحظة هم في مواجهة شرسة ضد فيروس كورونا بسبب الإهمال من قبل المواطن العراقي أولا، ومن ثم الإهمال الكبير المتمثل بوزارة الصحة أو بالمؤسسة الصحية في العراق وعلى رأس الخلية الأزمة العراقية. نروح فاصل وبعدها نرجع لكم مباشرة. يعني احنا راح نبدي مباشره بالمواضيع. اليوم عندنا كثير من المواضيع، ان شاء الله نحاول تعرفون نهايه اسبوع بالنسبه للبرنامج، فلذلك احنا نحاول نختصر. بس بالبدايه اللي حبي يتواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر اسفل الشاشه، مثل ما دائما اقول رساله مختصره بها المعلومات الكامله، مقطع فيديو او صور او كتب رسميه. مباشره نروح الى اول موضوع اللي اثار طبعا غضب الكثير واستياء الكثير، رغم انه احنا كنا شعب واحد. يعني انا ما اعرف منه الكل هو يعترض على ما يشاهده، لكن للاسف هناك جزء ايضا من المعترضين ممكن هو اللي يقوم بهذا الفعل. الاعتداءات المستمره او مسلسل الاعتداءات المستمره على الكوادر الطبيه في المستشفيات الحكوميه، جاي نشوف انه احنا للاسف رغم كل ما يعني نشوف قوانين، محاولة لحماية الكوادر الطبية، لكل ما يتعرض للكوادر الطبية رغم جائحة كورونا وبقية الأمور، لكن الاعتداءات مستمرة وبالعكس جاي نشوفها تزيد. يعني قبل كان الاعتداء من قبل مثلا مرافق لمريض ويقوم بالاعتداء على الطبيب مثلا المعني اللي هو مثلا تسبب بمشكلة أو وفاة مريض، حاليا جاي نشوف أنه هو يعني هذا المراجع يجي ويا قرايبه واهله يتصل بهم ويجون يتهجمون مو بس على الطبيب المعني وانما على الكوادر الطبيه وحتى الامنيه. اللي صار امس او الحادثه اللي وصلت لنا من البصره من مستشفى الفيحاء، هناك صار مشاجره كبيره من ذوي مريض كان في الطوارئ. هذه المشاجره طبعا صارت يعني بالعصي، وعلى اثرها تم ضرب الكوادر الطبيه، وبقت أكثر من ساعة الهرج والمرج والهلع والخوف والقلق والصياح. احنا راح يعني هذا جزء بسيط من المعركة اللي صارت ليلة البارحة أو فجر اليوم. الناس تتفرج خايفة، تعرفون يعني مستشفى مفروض يكون بهدوء والناس نايمة في هذا الوقت، لكن للأسف كان هناك موجة من يعني معركة دامية، بمعنى الكلمة دامية. هناك العديد من الجرحى بين الصفوف، وحتى أنه أكثر من طبيب تعرض إلى الكسر، وحتى الكوادر الأمنية للأسف اللي حاولوا يدخلون يفضون المعركة الشرسة، لكن للأسف ما قدروا ينجحون إلا بعد تدخل أمني من خارج المستشفى حتى يفضون هذه المعركة. للأسف إحنا وصلنا إلى مرحلة معارك تصير، يعني ما تصير معركة بسيطة بين اثنين، لا، وإنما كل الكوادر للأسف الطبية اللي حاولت تتدخل تعرضت للضرب، وفوقاتها كسروا العديد من الأجهزة، ومن ضمنها من الممكن أنه جهاز غالي الثمن وجهاز من الممكن أنه هو ينقذ أرواح الناس في الطوارئ. للأسف يعني أمس كانت ليلة يعني صعبة على الكادر الطبي والأمني في مستشفى الفيحاء وحتى على المرضى، وأعتقد أنه اليوم هناك يعني إنذار أو شبه خوف وعدم استقرار، وإحنا هاي دائما نشوف وبين فترة وأخرى هناك معركة كبيرة فعلا. للأسف تؤدي إلى
يعني زعزعة الأمن في داخل المستشفيات، وبالتالي عدم استقرار المرضى وأهلهم اللي جايين يتداون ويطلعون بأمان الله. يعني هذه القضية الخاصة اللي هي دائما ما نسمعها بتدخل من قبل المرافقين والاعتداءات المستمرة على الكوادر الطبية اللي موجودة في كل مستشفيات العراق وخاصة في بغداد في الأيام الماضية، وبالتالي اليوم أنه احنا نشاهد هذا المقطع في مستشفى الفيحاء في مدينة البصرة. زين، الأشخاص اللي هم كان عددهم 9 واعتدوا على الكوادر الطبية وعلى الأطباء اللي موجودين داخل إحدى الردهات، أو بالتحديد يمكن ردهة الطوارئ لأنه دائما ما تحدث هذه المشاكل داخل ردهة الطوارئ. طيب أنتم 9 من تعترضون على الوضع اللي موجود داخل المستشفى، الطبيب شنو ذنبه؟ مو أنتم كانت أمامكم ساحات مفتوحة في السنوات الماضية أو في السنة الماضية، كان طلعتوا اعترضتوا على المؤسسين لهذه المؤسسات الصحية، على القائمين على المؤسسات الصحية، لأنه إحنا من زمان نقول أنه أكو ظلم، أكو دمار، بنى تحتية منهارة، فلازم أنه نطلع نواجه الظالم ونقول له إحنا نريد إصلاح. ترى أنت من تشوف الوضع تعبان داخل المستشفيات، إذا نظافة ماكو، إذا علاجات ماكو، فمو ذنب الطبيب ولا الكوادر الطبية اللي موجودة، ذنب الحكومة اللي تدير هذه المؤسسات الصحية أو المؤسسات بصورة عامة. أنت من تريد تعترض روح بالساحة أو باب المستشفى، اعترض على الوزارة نفسها أو على كل الناس اللي يمثلون الحكومة العراقية، الطبيب والممرض وحتى الرجل الأمني اللي موجود بالمستشفى، هو اجى من أجل إنقاذ روحك ومن أجل حمايتك، ما المفروض أنه أنت تعتدي عليه بهذا الشكل وتجيب أقاربك، ابن عمك، ابن خالك، صديقك ممكن، وتكونون 9 أشخاص حتى تسوون هذه الفوضى داخل إحدى المستشفيات اللي موجودة في البصرة. يعني ما معقولة أنه إحنا بعدنا نحكي بهذه المواضيع، المفروض أنه نرتقي بشكل كبير جدا. ليش؟ كون أنه العالم بدأ يوصل لمراحل متقدمة، وخاصة في الصحة أو في مجال التعامل الإنسان والتنمية البشرية اللي موجودة والتعايش السلمي، هذه كلها مواضيع مهمة علينا أنه نتطرق لها، وعلينا أنه إحنا نكون متابعين لها. مو إحنا اليوم نجي ونعتدي على الكوادر الطبية والله شنو إذا كان علاج ماكو، أو إذا كانت ردها مو نظيفة، أو السرير كان بنقص، أو ما عليه تشرشف. هذه المواضيع كلها المفروض إحنا نحاسب المسؤولين بشكل مباشر اللي هم الحكومة، رأس الهرم، رأس السلطة. ما نجي نحاسب الأطباء والكوادر الطبية اللي موجودة، شوية خلينا نرتقي ونحافظ على ما تبقى من كوادر طبية داخل المستشفيات العراقية حتى ننقذ المتبقين واللي محتاجين الإنقاذ من أرواح المواطنين العراقيين. بنفس الوقت اللي ما مقتنع ليش راح للمستشفى؟ صح. يعني إذا أنت تعرف إنه الوضع، إحنا نعرف إنه الوضع يعني مزري في المستشفيات الحكومية، فالواحد ليش يروح؟ خلاص أنت تعرف إنه المفروض الواحد يحط بباله إنه من يروح مستشفى حكومي ما يقدر يعتدي على المستشفيات الأهلية، لأنه بالأهلي راح يرفعون عليه دعوة وراح يقيمون عليه قضايا كثيره، وممكن انه توصل للسجن وغيرها، بس أكيد. بالحكومه يقول لك يا فوضى عادي، راح يفتحون لجنه تحقيقيه وراها بكم يوم، تنسي اذا فتحوا تنسي، وماكو اصلا قانون يحمي كل الكوادر الطبيه اللي موجوده داخل المستشفيات العراقيه. اكيد حتى نعرف احنا تفاصيل اكثر من الذي حدث. تعرفون لان 9 اشخاص مو واحد واثنين، والقضيه كبيره، يعني كل مره تكون معركه بسيطه لكن هسه المعركه كبيره، وتاثر او تضرر الكثير من الاجهزه طبعا الطبيه والكوادر الطبيه والامنيه. ينضم معنا الدكتور رعد خميس، مدير مستشفى الفيحاء في البصره. اهلا بك دكتور رعد، نشكر انضمامك الى المدينه والحمد لله على سلامه الجميع. بالبدايه بس نحب نطمن انه شنو اخبار الكوادر الطبيه والامنيه التي تعرضت لنا امس؟ يعني الجديد انه رجل الامن ينضرب، هاي غريبه طبعا بس يحدث فقط في العراق. فالكوادر الطبيه والامنيه شنو اخبارها؟ يعني صحتهم ان شاء الله احسن. الحمد لله شكرا. وبالنسبه للكوادر الطبيه كان ضررها جدا بسيط، وعمار خدمه 2 كان بس يعني مجرد سحجات وكدمات فيهم. نعم. لكن اللي تاثر اكثر الاخوان بحمايه المستشفى، لانهم بالحقيقه من صار الاعتداء بسرعه اغلقوا الباب على اطباء وطبيبات. كان عندنا احنا 4 طبيبات وطبيب بالطوارئ. نعم. خلوهم بغرفه واغلقوا عليهم الباب وصاروا سد لهم. لذلك راح تشوفون يعني صار الضرب على تطاير الكراسي بالقضبان الحديدية، هاي كلها على الاخوان بالحماية الاطفال يعني حقيقة. طيب هم كلهم جايين دكتور، عفوا هم كلهم جايين مع المريض؟ يعني 9 هم 9 هم جايين؟ واحد. نعم. دخلوا يا واحد او 2 بس بعدين من شافوا هذه يهجم هز دخلوا راسا من باب الطوارئ. يعني احنا بس لزمهم 9 بس البقية قد ما اعرف. طيب طيب نعم. شنو اللي حدث على 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 شنو المعركة اللي صارت؟
الحقيقة أنا حتى نكون يعني أمينين بالنقل، أنا الرواية وصلت واللي مع يعني واللي اسمه كان تقريبا منتهي بواخر، بس حتى ما تحققت من أفراد الحماية ومن الطبيب من الكوادر اللي كانوا بالاستعلامات إنه أحد الأشخاص قدم، وأخويا إنه كان عنده ألم بين إنه كتفه أو صدره، تمام. فحص الطبيب تأكد من عنده، قال للمضمر نطي هاي الأبرة شوية ويرتاح، زين انطوى الأبرة وقال له 5 دقائق 10 دقائق يرتاح، ورجع الطبيب إلى مكان عمله، تمام. ورا 5 دقائق إجا أخو المريض على الطبيب قال له بس هاي الأبرة طيتنا إياها، قال لي وهذا علاج هسه شوية 10 دقائق ظل يرتاح وترحن، هذه زين ما اقتنع الاخ طيب صيح على الطبيب زين. حاول انه يصير بناته مشاده، كان رجل لانه قريب عليه جدا على الطبيب، التزم الاخ هذا وطلعه برا، فتهيج هذا الاخ ظل يصيح، فاجوا اخوانه من داخل وصار الدخول عليهم بسرعه، طيب غلقوا الباب على اطباء الحمايه وسدوا الباب ما خلوا احد منهم، فصار الظروف التراسي الطائرات والاجهزه اللي شفتوها قاعد على الارض كلها بوجهها. طيب هم شنو كانوا يعني هم جايين مثلا لازم لازم الطبيب ينطي يعني، هاي لازم احنا نصير قاعده هسه اللي يجي حالته بسيطه لازم ينطي فد 10 ابار وننطي احنا كبسول ننطي يعني شيء شري، هذا العلاج وهذا علاج. طيب اذا هم اذا هم ما عاجبهم كان بالبيت انطوهم ادويه يعني، اذا هذا هذا شغل الطبيب يعني مو شغلهم هذا، هاي النكته تصير اذا نحكيها بغير مكان. زين انا متاكده اللي دخلوا اللي هجموا انا متاكده ما عارفين شنو القضيه، بس مجرد انه شافوا جماعتهم فزعه فهم فزعوا وياهم. نعم نعم بالتاكيد. طيب هم كانوا واقفين بالباب الخارج. ايش قد استمرت هاي المهزله؟ والله مثل ما شفتوها، واحنا عندنا يعني تصور انه احد افراد الحمايه ايده مكسوره العظمه مال الساعد، والثاني خشمه مكسور عظم الخشم الانف، والثالث شق يعني جرح شقي فروة الرأس، معناه تجوز 10 دقائق أكثر مستمرة. طيب طيب دكتور سؤال، ما هي إجراءات وزارة الصحة أو دائرة صحة البصرة حول أو بعد سماعهم لمثل هذه القضايا؟ مو المفروض أنه دائرة صحة البصرة تطالب الوزارة وزارة الصحة العراقية بتفعيل قانون حماية الأطباء؟ نعم، احنا بالحقيقة حال ما أنه السيد مدير عام دائرة صحة البصرة سمع بالحادث حقيقة اتصل بي وأوعز إلى الممثل قانون دائرة صحة البصرة بالذهاب فورا إلى مركز الشرطة، لأنهم كانوا معتقلين في مركز الشرطة الجمهورية، فتوجه الممثل القانوني بأمر من مدير عام إلى مركز الشرطة الجمهورية. طيب. وطلب الشكوى على المعتدين، بس شكوى واجه السيد القاضي. نعم بس شكوى حاليا التسعه اشخاص اللي اعتدوا على رجال الامن وعلى الكوادر الطبيه هم لحد الان خارج اطار مراكز الشرطه، يعني لحد الان ما تم القبض عليهم. لا هم راسا بوقتها اجت قوات الصدمه وحاطت في الطوارئ واعتقلتهم جميعهم اعتقلتهم. نعم جيد. اذا هم بالوقت الحالي معتقلين. اليوم هم معتقلين وعرضوا ونعرضوا على السيد القاضي، وحضر الممثل القانوني السيد مدير عام وقام وطلب الشكوى ضدهم وتعويض الاضرار اللي الحقت بالطوارئ. جيد، برايك انت اليوم دكتور كونك مدير مستشفى الفيحاء العام في مدينه البصره، وزاره الصحه العراقيه بعد مشاهدتها لهذه الاحداث الماساويه اللي يتعرضوا لها الاطباء راح تفعل قانون حمايه الاطباء؟ لو راح تترك الوضعيه على ما هي؟ استاذ هي دائما سواء دائره الصحه او وزاره الصحه او الاطباء الكل يعني طالب بتفعيل قانون حمايه الاطباء، من ضمنهم يعني معالي السيد وزير الصحه المتسمين وزاره الصحه كل طالب هذا القانون. نعم. بالحل احنا نريد نوصل الى حل. فعلا. الحل تفعيل هذا القانون، توفير الحمايات للمستشفى، لان احنا مستشفانا تسند مناطق جغرافيه معروفه في البصره. طيب مو على اساس اكو مدرعات راح تنزل توقف، يعني هذا قبل تقريبا كم شهر على اساس انه توفير قوات امنيه. نعم اللي كانوا موجودين واللي قاعد بصف الطبيب وحماء اصلا هم فوج طوارئ البصره، يعني فوج الطوارئ هذا يعني. طيب اللي عززوا به
حماية الاف بي اس هذا اجى تعزيز اصلا، وصارت الحادثة القديمة نعم عززون الاخوان بقاد الطوارئ المشكورين مع الحماية هالتعزيز. تعرف دكتور دكتور رعد تعرف شنو اكو مشكلة؟ المشكلة انه انه من يدخل المريض يدخلون ويا مجموعة، يعني هو المفروض انه البقية ما يدخلون، يعني كيف شلون قدروا يجتازون القوات الأمنية هم وعصيهم هم واحد ويا دخل نعم. بس واحد شلون دخلوا البقية؟ بعد ما حد يقدر يضرب وجههم دفعه وضربوا عليه كلش الضرره واثنين من الاستعلامات ينضربون قوه وخاتم. شوف لو كان هناك قوه فعلا يعني تقدر تردعهم، لان احنا نخاف قد يكون مثلا باكر عقبه هجمه ارهابيه يدخلون ناس مسلحين، مثلا اكو فد مريض معين يكون داخل المستشفى مطلوب، فعشيره الثانيه تعرف احنا هاي القضيه يعني او القضايا الموجوده، فالمفروض يكون هناك رادع خلص للباب ما يدخلون حتى لو استخدام القوه، يعني القوه استخدام السلاح شلون دخلوا؟ يعني رجل الحمايه عندنا بالمستشفى يعني ما يحمي السلاح، قالت لي ان هذا مرضى موجودين وكحاله انسانيه ما يحمي السلاح، يعني مجرد عصا او حتى بدون عصا مرات. لا غلط والله، يعني المفروض تعرف شنو يدربون القوات الامنيه الموجودين بالباب على حمل السلاح، وصراحة حتى يدافعون عن نفسهم وعن المرضى، باكر عقبة يدخلون مجموعة يعني يستخدموا السلاح كانت كارثة، يعني هي حسن انه لم يحمل السلاح ذات الطوارئ. يعني احنا لو هسه فاقدين دكتور، لو فاقدين احنا هم لو كان عندهم سلاح مثلا داخلين بالاسلحة وقاتلين عدد من الاطباء وقاتلين عدد من الكوادر الامنية او المرضى. بالابواب الرئيسية عندهم سلاح، بالابواب الرئيسية عندهم سلاح. طيب بشكل عام بشكل عام المفروض ما يدخل غير واحد مع المريض، غير هذا ممنوع منعا باتا. والهجمة دخل واحد بس البقية هجموا بعد هذا، هاي الهجمة والمفروض انه احنا يعني ممنوع دخول خلص حتى لو استخدام القوة. يعني احنا نتمنى انه ما تتكرر، لانه صراحه يعني مضحك الموضوع انه يعني هسه انا حتى قبل تصير المشاكل على انه المريض يموت، فبالتالي يعني اهله ردت فعلهم يقول يعني ما معقول انه واحد يردون ادويه زايد، ما اعرف يعني اذا صاروا اطباء انتم يعني ليش جيتوا للمستشفى؟ كان بالبيت انطيتوا الادويه. على العموم نشكرك دكتور رعد مدير مستشفى الفيحاء، والحمد لله على سلامتكم، وشوفوا احنا وين وصلنا نتيجه ضعف القانون او مو ضعفهم والله انعدامه، مع العلم انه هو موجود لكن غير مفعل، وصلنا مرحله انه يروح المستشفى ويزعل. القانون ضعيف بس على اللي عندهم سند داخل الاحزاب الحكوميه او داخل حتى المؤسسات، لكن انه من تريدينه يكون قوي يكون قوي على المواطن الفقير البسيط اللي هو يطبق القانون بحذافيره، انه اذا يريد يروح انه يمشي معاملته اذا عنده نقص مستمسك واحد، اذا صوره واحده نقص بالفايل مالته يقولوا له ما يصير قانون، وشلون انه لازم يطبق القانون، لازم احنا نعمل ضمن هذه الاساسيات او الشروط اللي موضوعه بهذه الدائره، بس على المواطن الفقير، لكن القانون هو ما موجود بسبب الناس اللي خلته يكون ضعيف واللي هم متسيدين بسبب هذه الأحزاب السياسية الدينية اللي الأحزاب الحاكمة اللي مسيطرة على السلطة، وإحنا بعدنا لحد الآن إنه إحنا نطالب لحد هذه اللحظة بفرض القانون وإرجاع القانون لمكان الحقيقي، ودائما ما نقول إنه لازم القانون يكون مثل الموت ما يستثني به أي أحد. نروح لمواضيع أخرى، وهذه المواضيع المؤلمة اللي احنا دائما ما نطرحها في برنامج المدينة، الهدف من عندها أن نوصلها للجهات المعنية، وعسى ولعل أنه هذه الجهات المعنية شوي تباوع بعين الرأفة بعين الرحمة للمواطنين العراقيين. تخيلوا أنه الفيديو اللي راح نشوفه أنه هذه أم كل واحد بينا راح يقبلها على أمه؟ ما راح يقبلها. زين هو المسؤول نفسه من يشوف هذه الأم العراقية اللي تبحث بالنفايات من أجل الحصول على قوت بسيط، زين، أو من أجل الحصول على بعض فتاة الطعام أو الفضلات اللي متروكة بالنفايات، راح يقبلوها؟ لو بس يقبلون يبوقون حقها ويسرقون حقها من النفط، من البطاقة التموينية، من غير أمور موجودة اللي هي المفروض تكون واجبة على الحكومة أن تنفذها للمواطن العراقي. ما أعتقد أنه إحنا اليوم بهذا الفقر، وإحنا عندنا ثاني أكبر احتياطي نفط بالعالم أو بالمنطقة، ما نريد نقول بالعالم، خلينا نقول بالوطن العربي، عندنا أكبر احتياطي غاز موجود بالمنطقة، واللي لحد هذه اللحظة صراعات كل الدول على مود الحصول على خطوط الغاز اللي موجودة، عندنا ثروات أخرى كبيرة جدا، وإحنا نشوف الأم العراقية اللي أتعبها
الزمن بسبب وجود هذه الثلة الفاسدة بالحكومة العراقية منذ 2003 ولحد هذه اللحظة أنه تبحث بالنفايات. زين، معقولة أنه بعد ما راح يشاهدون هذا الفيديو ماكو ضمير حي داخل الحكومة العراقية راح يتحرك ويقول لازم ننقذ كل الأمهات العراقيات؟ لأن هذه المرأة يمكن بالوقت الحالي أنه ما راح نعرفها ولا راح نعرف اسمها الكامل ولا عنوانها حتى الحكومة تقدر تساعدها، لكن راح يطبقون أو يفرضون قانون من أجل مساعدة كل الأمهات العراقيات. كل عراقية المفروض أن يكون لها راتب لو بس للواسطات والمحسوبة المنسوبية، رواتب الرعاية، وحتى على المواطن الفقير بدأوا يأكلوها اللي هي 90,000 و65,000، ويمكن أقوى راتب بالرعاية هو يوصل 150,000، وديبوقونا من المواطن العراقي الفقير. إلى متى إحنا نبقى بهذه الوضعية؟ إلى متى أن نشوف الأم العراقية مهانة وهي في بلدها، مهانة وهي في محافظاتها، هذه المحافظات العراقية اللي وحدة أفضل من الثانية بسبب النفط وبسبب الثروات اللي موجودة على أرضها؟ إلى متى نبقى ساكتين وإحنا نتابع أو نشاهد هذا الظلم اللي موجود عندنا بالعراق؟ من الناس ثارت وانتفضت حتى تطالب بحقوقها، الكل اعترض والكل بدأ يسقط بهم وينطيهم تسميات غريبة عجيبة، لكن من نشوف هذه الأم العراقية أنه تبحث بالنفايات، ما أعتقد أنه أحد من اللي كانوا يعترضون على الثورة راح يطلعون ويناشدون الحكومة أو يطالبون الحكومة بتعويض كل الأمهات العراقيات عن الأيام المأساوية اللي عاشنها داخل العراق بسبب الحرمان وبسبب الفوضى وبسبب السرقات الكبيرة اللي انوجدت منذ عام 2003 لحد هذه اللحظة. ميزانيات ماكو، رواتب ماكو، فلوس ماكو، وإحنا نريد نعرف أنه هذه المبالغ اللي تدخل للعراق بسبب واردات النفط وين دا تروح؟ السياحة وين دا تروح؟ فلوس النقل وين دا تروح؟ الجمارك وين تروح؟ كلها ما نعرف بيها وين تروح، بس أنا أعتقد أنه تروح للأحزاب والناس اللي مسيطرة في الحكم منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. يمكن نقول أنه أكو دولة عميقة، ومرات أنه من نحكي يقولون بعدكم تسولفون بنظيرة المؤامرة والدولة العميقة. الدولة العميقة اللي موجودة هي برئاسة الأحزاب وأيضا رجال الأعمال اللي موجودين واللي مسيطرين. هذه المواضيع نتمنى أنه كلها تحل بأسرع وقت ممكن. هذه الأم العراقية المفروض ما نشاهدها بهذه المناظر المأساوية لأنه هي عايشة بالعراق. ماكو بلد يعني حتى لو كان فقير يقبل أنه يشوف مثل هكذا امرأة يقعد الصبح يعني تقول لهم أنا راح أروح أجيب لكم ريوق وتروح تلمى من النفايات. من النفايات ماكوش ماكوش منطق يعني. ناس مثل واحد لازم من يتخيل أنه هو يعني هو مثل خلي مثلا نقول فرضا نستبعد موضوع الطعام اللي هي تبحث عنه داخل النفايات، خلينا نقول انه مثلا هذا النايلون حتى قواط البيبسي. لا بس هي كانت تطلع اكل يعني كانت تطلع اكل، بس خلي لو نقول حتى هذا من المفروض انه جريم تسوي. هذا جريم بحق بحق المواطن العراقي طبعا، لكن للاسف بعدنا لحد الان ساكتين، يعني لا رواتب اكو، لا معيشه اكو، لا مفردات بطاقه تومينيه اكو، لا حصه نفط موجوده، كل شيء ما موجود عندنا، ابسط الخدمات ما موجوده واحنا بعدنا ساكتين. يمر مرور الكرام هسه هذا المقطع بهذا الظلم. طبعا احنا هذا ما تم رصده، طبعا اكو عشرات، اكو ناس مكب النفايات ماكو بالتمر الصحي هناك يوميه هناك يعني يرحون من الصبح يبقون للعصر، كل ما تجيب التمر الصحي هناك يفتشون اللي على الاكل واللي وهكذا رزقهم هناك. تخيلوا يعني تخيلوا انه احنا اكو ناس عراقيين يعيشون ويانا بنفس البلد وهذا واقعهم العايشين بي وما لهم لا حول ولا قوه، يعيشون على النفايات ويموتون ممكن وما حد يدري بيهم وما حد يحس بيهم. فنتمنى ما اعرف في اي حكومه راح تحس بمسؤولياتها وتنتشل هذا الضياع اللي احنا عايشين به. طيب بنروح الى صلاح الدين وبالتحديد سامراء، وصلنا تقرير من هناك مؤلم للغايه ايضا، ويعني قضيه بتنحل اكو اشياء سهل حلها لكن ما الجهات المعنيه ما تهتم الا في نفسها، تقول لك ما دام الخطر بعيد عني فانا ما لي علاقه. في احدى المناطق اللي اسمها منطقه الطريشه في ناحيه المعتصم والتابعه لناحيه المعتصم، للاسف بين فتره واخرى او من 2004 لحد الان بين فتره واخرى او في مواسم معينه تهاجم هذه المنطقه الخنازير البريه. طبعا هاي الخنازير البريه تكون متوحشه جدا، فللاسف يعني استطاعت انه تخطف احد الاطفال وتقتله، وحاليا راح نشوف احنا عائلته امه وابوه والجيران وكلهم متالمين. يعني مو سهله انه الواحد يعني حتى واحد يقول انا في 2020 نهايتها عندي طفل مات لان خنزير بري هاجمه، ترى يعني احسها صعبه جدا، يعني مو غريب الموضوع، في حين انه احنا نستطيع انه يعني نحمي الناس عن طريق التخلص من الخنازير البريه، يا اما انه واحد يشيلها هاي كلها
اللي يدافعون عن حقوق الحيوان او التخلص منها بطريقه واخرى. تخيلوا انه احيانا من يهجم الخنزير البر المفروض انه اكو يعني يستطيعون الدفاع عن نفسهم، وهذا اعتقد يعني مو حرام حلال، لكن هم ما يملكون او يعني اي فلاح هناك او مزارع طبعا، لان المنطقه الزراعيه ممنوع ان يكون انه يحصل على يعني اللي يسمونه الشهاده للسلاح او الرخصه، رخصه السلاح ممنوع، فهو شلون يشتري سلاح وشلون يكون عنده سلاح. فاحنا يعني واصلين مرحله ما اعرف غريبه، في حين العشائر عندنا في بعض المناطق عندهم اسلحه ثقيله يتعاركون بها، في حين ان الفلاح ما يقدر يدافع عن نفسه اذا هاجم خنزير بري. هذا الموضوع للجهات المعنيه في صلاح الدين، انه الخنازير البريه اليوم استطاعت انه تقتل طفل من باكر ممكن اطفال اخرين، فاتمنى ان يكون هناك متابعه حقيقيه وتخليص هذه المنطقه من هذا الموضوع الخطير. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نحن الان شرق مدينه سامراء في ناحيه المعتصم وبالتحديد في منطقه الطريشه، وهذه المنطقه من المناطق الزراعيه التي تشتهر بانتاج المحاصيل الزراعيه. بعد عام 2003 تواجد بها حيوان الخنزير وبكثافه، ابقوا معنا لكي نتعرف على هذه المشكله. كان حادث الطفل هنا ضرب هاي الحيوان الخنزير، دا يمشوا والده هاي مكان الدماء وهاي طريقة هو منها دا يمشي. منطقة الطريشة منطقة زراعية، صارت عندنا حوادث، وهذا الحادث الأخير هو مقتل الطفل أثر هجوم الخنازير علينا. الخنازير حيوانات مفترسة يعني تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية، وإحنا حياتنا فلح منطقة زراعية أدت إلى تلف المحاصيل الزراعية، والأخير تهاجم الإنسان. البارحة صار عندنا حادث، هجم على طفل ومزق أحشائه وقتله في الحال. عادي يومية الصبح نطلع الضحى العصر يطلع على زرعات، احنا عيشتنا على الله على الزرعات فلح. صارت عندنا خنازير بكثرة يعني ما لها عدد. جاء نسد بمي هو وياي، هاجمنا الخنزير ضربني ورد ضربة بمحاشمة، هدوبة يلا وصل المستشفى حوالي ربع ساعة وتوفى. ما لحقنا، ودنا على المستشفى الحردانية قالوا احنا ما نقدر نعالجه. خطيرة كانت، لأنه وريد عنده مقطعة. يلا لحق المستشفى شكوك ربع ساعة توفى، أخذ النزيف. طيب هاي الحالة متكررة هنا بهالمنطقة؟ ما عندنا يحود النسوان نوبات بالبساتين ينهزمن نشوفهن، بس يضرب واحد يشدخه شوية يعوره، بس مثل هيك ضربة ماكو. جن على وليدي وزغنوا أخذنا وخلنا مني. من يقدر يطيب يم؟ من يقدر يروح يمهن؟ بشر بيش ملتم بهمه لو بهمه الخنازير. جن على الولاد خذلنا منه وخلاني. خلاني وحيدة. يعني قبل هاي الفترة يعني الخنازير اللي موجودة بالبستان يعني هاجمتكم؟ الحد العمان جي علي ونهزم وخلاني. جي على ابنه راح وخذه خلاه من عندي، اخذ ولادي من عندي عمر 4 سنين. صراحة من بعد عام 2003 تكاثرت عندنا ظاهرة تكاثر الخنازير. قبل 2003 كانوا صيادين مسيحيين يجون يصطادون الخنزير، ما تلقى أي خنزير بكل هالمناطق، حتى بالبساتين كان ما موجود. ف
فقط كان ويا امتداد نهر دجله فقط. فالبساتين ما موجود، اما الان اصبحت اعداد الخنازير الاف مؤلفه. المسيحيين بعد ما يجون يصطادون الخنزير بسبب سوء الاوضاع الامنيه. بعد ما يجون. اما اليوم اللي نشوفه يعني الخنزير كان يهاجم المحاصيل الزراعيه، اما اليوم بدا يهاجم الانسان. بالضبط. الخنزير من بدا يتكاثر ويهجم على المحاصيل الزراعيه. ما يخلي الفلاح زرع. بعدها قام يهجم على الانسان، يعني تقريبا هاي اربع حالات احنا سجلنا بهاي السنه هجوم الخنزير على الانسان. والله ما خوفنا يعني هاي آفة الخنازير حيوانات، دول اطفال دائما يجون يلعبون هنا، هذا مكانهم. ويعني البارحه هذا الولد ويمشي هو وابوه طلع علي هذا الحيوان وضربه قتله مكانه، واحنا قمنا نخاف حتى هاي الاطفال. هاي تعرف هاي بيتي انا، يا هذا الخنزير يجي يدخل بالحديقه، واحنا يعني لا حول ولا قوه، ما عندنا اي شيء نسوي. يعني نطلب من الحكومه ان تشوف لنا صوره حل، نريد صوره حل، يعني تنطينا اسلحه، تجي الدوله تكافح تسوي. يعني مشكله هاي ما لها اعداد، هاي الحيوانات ما لها اعداد. يعني هسه نسوان يشتغلن هنا بالبساتين يوميا حايدهن طالع يوميا ضارب لوحده، مشكله محاصيل دمرها، يعني ما خلى كل شيء. حتى هاي الاطفال قمنا نخاف عليها تجي تلعب هنا. هسه طفل البارحه بعمر الورد جاي هنا هو وابوه طلع له تشتله، يعني شنو هاي؟ يعني والله المشكله بالنسبه للخنازير اذتنا حيل، يعني احنا صرنا بين حانه ومانه وراحت الحانه، يعني ما 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 بليت حيله. خنزير كثير بكثافه يعني حيل حيل، شو تقول قليل. والحل ما ادري والله، الحكومه ما جاء تسوي شاره، واحنا لا عندنا مثل اسلحه لا فتشي. وهاي يعني المحاصيل دمرها دميره، كان عنب ولا رمان ولا تين ولا تمر ولا اي شيء، اي شيء كان، بس يعني ما شاره حيل. واخير شيء يعني هاي الحادثه مال البارحه، الطفل جو يعني تايدرون المي طلع عليهم كتله بمكانه، وقبل هذا حط كهرباء. انا بالنسبه لي من واحد التضرر من وراء الكهرباء، حطوا جماعه كهرباء ونتل ابني والله بيها بوقتها، يعني عمره 11 سنه. يعني طرق المكافحه طرق مؤذيه يعني حتى عليكم. اي نعم، تحط الاغراس تاذى العالم، يشيلها الطار ويقوم يحشر بي يمنى ويسرى قنم بقر، هذا هم يكتله. الله يصبر أهله فعلا، يعني مو هين القضية. أرجع وأقول إنه إحنا يعني واحد يقول ب2020 أنا عندي توفى ابن نتيجة مهاجمة خنزير بري، صعبة صعبة. إن شاء الله يكون هناك حل يعني وخاتمة الأحزان، ونتمنى الصبر خاصة للأم والأب اللي فقدوا يعني فلذت كبدهم بطريقة صعبة للغاية. الله يرحمه وإن شاء الله تكون خاتمة الأحزان في هذه المنطقة. في برنامج أهل المدينة دائما ما نوجه أو نناشد أو نحاول أن نوعي ونقول علينا أنه نحصر السلاح بيد الدولة فقط، وهذا الموضوع اللي الكل متفق عليه والكل كان يطالب به، خلي نحصر السلاح بيد الدولة فقط. تمام، بهذه المناطق أنه مطبقينه بشكل رسمي، أنه ما سلاح في أي منزل، وحتى عند المزارعين سلاح صيد هذا البندقية الكسرية مال الصيد ممنوع عن نوعتهم، وهذا تمام ما عندنا أي خلاف عليه. لكن من نجي وننظر للجانب الآخر للمحافظات الجنوبية، راح نلقى السلاح عند العشائر وبكثرة مو طبيعية، يعني أسلحة ثقيلة، أسلحة متوسطة، أما الخفيفة هاي يمكن تلقاها عند الأطفال يلعبون بها داخل المنازل. وهذا الموضوع اليوم اللي أصبح خطر، هدد حياة الكثيرين من الأطفال ومن النساء ومن الرجال ومن كل المارة في هذه المحافظات الجنوبية، بسبب ما يسمى بالعراضة إذا توفى شخص أو إذا شجار عشائري أو نزاع عشائري. هذه كلها بسبب الرصاصات الطائشة أنه خلتنا نفقد الكثير من الأرواح. راح نروح للمثنى حتى نشوف هذه الطفلة اللي هي بعدها بعمر الورد بسبب أحد العراضات اللي موجودة في منطقة الرميثة بالسماوة، انصابت بأحد العيارات النارية في منطقة الرأس وتسببت لها بشلل نصفي. من اللي يقبلها؟ معقولة أنه ذولا الناس اللي كانوا في العراضة ويطلقون هذه العيارات النارية راح ينامون وضمائرهم مرتاحة بعد ما سمعوا أنه هذه الطفلة انصابت بشلل نصفي؟ إذا كان ضميرهم حايف أكيد راح يتألمون ويروحون يعتذرون، أو بعد يبطلون
من هذه الحالة أو من هذه الظاهرة الغريبة والسلبية اللي أطرأت على المجتمع بالفترات الأخيرة منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة. دائما ما أنه نحكي علينا أنه نبتعد عن كل هذه المظاهر اللي بها عنف، اللي بها سلاح، اللي بها أعراض، اللي بها أنه شجار عشائري، كلها أنه لازم ترجع للقانون. أنت اليوم إذا توفى لك أحد معناها أنه نسوي العراضة، أنت تتعرض أمر الله سبحانه وتعالى. ترى الموت هو بس الله سبحانه وتعالى اللي أمر به، ماكو أي أحد ثاني أمر به، فلكل شخص أنه أجله، تمام؟ فأنت اليوم من تعرض أحد مات، يعني هذا أنت عندك مشكلة مع الخالق سبحانه وتعالى. إذا عندك نزاع عشائري في القانون التجئ له. ليش أنه خلوا الشيوخ العشائر؟ غير الشيخ يكون حكيم، يكون حليم، يكون واعي، يكون مثقف، يكون يدرك أو يقدر يحتوي كل الناس اللي موجودين عنده واللي يكونون تابعين له. لو احنا للشيوخ يقول لك لا، لازم تطلع تقاوم، لازم انه تروح تدق بيت فلان. ليش؟ لانه اعتدوا على الدجاجه مال بيت فلان. وهذه القضيه ما تصير، هذا تخلف، وهذا اسمه يعني مو اللي ما بعد التخلف، انه اسوء درجات التخلف هي اللي احنا موجوده عندنا، وخاصه في هذه المحافظات العراقيه. اللي نتمناه انه من الحكومه شويه ترجع القانون وترجع لهيبته حتى ما نشوف اي مظاهر مسلحه، ولا نخسر اطفال بعمر الورود بسبب هذه العراضات او بسبب هذه الرصاصات الطائشه. يعني مات واحد، هسه هم قتلوا هذه الطفله ومستقبلها. هذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه. نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في ماله. اذا وصلنا لكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، الى اللقاء.